اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا طريقا في العلم يوصلنا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العمل الصالح، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعل حياتنا مصروفة في الذكر والعلم والعمل. اللهم واجعلنا ندل عليك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اللهم واجعلنا ندعو إليك بإذنك، واجعل كلا منا سراجا منيرا. اجعلنا جميعا خدما للقرآن الكريم، خدما لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نعيش وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بصفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حققنا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم إن كان واحد فينا مقيما على الحرام، فنسألك أن تخرج من قلوبنا جميعا حب الحرام. يا رب أخرج من قلوبنا حب المعاصي، يا رب أخرج من قلوبنا الالتفات إلى سواك. اللهم اجعل قلوبنا مصروفة لطاعتك، مصروفة لمحبتك، مصروفة لذكرك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. يا رب زين الإيمان في قلوبنا، يا رب زين أعمال الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، كره إلينا المعاصي، كره إلينا الذنوب، باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعنا جميعا على إتقان الفرائض، اللهم أعنا جميعا على أداء النوافل، اللهم أعنا جميعا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. يا رب نسألك البركة للشام. يا رب بارك في مياهنا، وبارك في زروعنا، وبارك في ثمارنا، وبارك في أموالنا، وبارك في شبابنا، وبارك في شيوخنا، وبارك في نسائنا، وبارك في أولادنا، وبارك في أراضينا. اللهم نسألك إجابة لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شامنا. اللهم اصرف عنا الأعداء، واصرف عنا سفك الدماء، واصرف عنا الوباء والغلاء، وردنا إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، حتى ترفع عنا ما نزل بنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا تحصنا باسمك الأعظم، واحتمينا بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.